فكيف يتحلل المغتاب من أخيه والظالم الذي أخذ أموال الناس وقد أفلس ولا يستطيع إرجاعها إليهم الآن، وكذلك السارق الذي سرقها؟ الأموال إن كان استطاعته إنه يردها يردها إليهم مع طلب المسامحة، إن كان ما باستطاعته قيدها دين في ذمته، قيدها دينا في ذمته، إذا استطاع يؤديها إليهم ولا تسقط حقوق الناس. نعم.